والله وحش الناس، والناس نفسها تشوف شوبير بيلعب بجد. يا خبر ابيض. وعايز اقول لك ان الايام اللي احنا فيها صحيح، يعني هل فعلا البقاء لله في الكوره يعني، ولا ايه، ولا في امل، ولا ايه الحكايه؟ ما حضرتش العزاء؟ انا حضرت العزاء، شفت وشفت التابوت وشفت الحاجات كلها يعني. العزاء كان كبير يعني وخلاص. بقاء لله. ودلوقتي كل اللي بتعمله بتعمل سلطات سلطه ايه بقى؟ مش كده؟ يا نهار ابيض. ايه ده؟ صدق انت جدع. قلنا اقول لك على حاجه. والله 100 100. ايه ده؟ ما انا هقول لك. ما انا هقول لك. مش هم لغوا الكوره؟ داخلين على الفن. كمان. داخلين على السينما. احنا عندنا سلطه عقبال عندك. انتوا لا، واحنا انت ما تفتكرش ان سلطه، بس تعالى نشوف مين بقى ممكن يعمل سلطه احسن. لا انا طب. انا خبير. طب هو جاب نفسه سكينه وانا لا. اهو يا باشا. الله العظيم. اوعى تقول لي. شغل. انت عندك كم خياريه؟ انا 2 بس في واحده ب4 يعني. طيب انا برضه نبدأ المسابقه. يلا اتفضل. طب عشان بس نعرف الناس. استنى بس، استنى. ايه اهو اهو هي السلطه. سلطه. طب خلاص اتفضل. لا بالراحه كده. تقول للناس الخطوات بتاعت ابله نظيره بتاعت زمان. لا امال ايه. طب قول. يلا تقول بالاول تشيل دي اهو وما ترموهاش. بس دي مره ليها احتياجات. ليها احتياجات الايام الصعبه دي. هتنفع جدا. هنحتاج البر. ايوه. وتشيل دي. وتشيل ديت. تاكلها. يا عم ايه. وتبلع بقى. يلا ابلعوا حضنا بقى. اهم 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 اهم. انا خلصت الخيار يا ريس. انت لسه. طماطم. دول حضراتكم طبقين السلطه. دي سلطه هاني، دي سلطه شوبير. نعمل كده. فين سلطه هاني؟ فين سلطه هاني؟ مش كده. ممكن اكل من سلطتك حبيب قلبي؟ من بكك على بكي على طول. مفيش بكك على بكي. طيب انا اكل من سلطتك وانت اكل من سلطتي. يلا اتفضل. ماشي اتفضل. فين سلطتك؟ اكيد. لا دي سلطتي. لا طب انا اخبطهم. طب والله دي سلطتي. استنى احطهم تحت كده. خليك جدع ما تشوفش. اليمين. اليمين. سلطتي. الله. هي شغاله سلطه اليومين دول. ربنا يسترها. ربنا موفقنا. والله ربنا يستر. انه حتى مره حطوني كده في اختبار بقى هو الاصعب في التاريخ. حصل مشكله وتمرد ولاعيبه والله يرحمه الكابتن جوهري، فقلنا هنلاعب الزمالك باللعيبه الصغيرين. حلو. كان لسه بقى حسام حسن صغير وابراهيم حسن وبدر رجب ومحمد السيد واحمد كلهم صغيرين. فالكابتن جوهري يا وحش هتشيل الماتش. قلت له شيل ايه؟ ده كوارشي وجمال عبد الحميد ومحمد صلاح وطارق يحيى وايمن يونس. ايه يا كابتن في ايه؟ جامدين. قال لي معلش بقى انت الماتش يعدي. فمهيئ نفسي بقى ان احنا هنشيل 5 6 يعني، هناخد الليله دي مع الزمالك مش الليله دي مع هاني يعني. لا بس نزلنا. ربنا يكرمنا. ده وقدود طبعا. نكسب 3-2 ونكسب الكاس بعدها. ما شاء الله. وكانت من الحاجات اللي صنعت تاريخ ليا الحمد لله. ما شاء الله. ما شاء الله. والله ربنا يزيدك. ربنا يخليك ويعليك وانت تستاهل يعني. ربنا يخليك. عندك فيسبوك؟ طبعا. في يعني عندك فيسبوكك؟ فيسبوك. وانا عندي فيسبوك. وانا عايز يا جماعه يعني اي حد على الفيسبوك، اي حد يبعت من فيسبوك لفيسبوكي اي فيسبوك. طب فيسبوك انا فين يعني؟ فيسبوكي بتاعي. ويا ريت تبعت لي على فيسبوكي من بوكك لبوكي. بوكك. 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 طبعا. من فيسبوكك لفيسبوكي. تبعت لي اي فيسبوك. عندك تويتر؟ عندي كل حاجه، بس انا دلوقتي بلعب فيسبوكي وبلعب تويتري. لا وبلعب يوتيوبي. عندك يوتيوبك؟ عندي. ماشي. كل واحد يخلي باله من كابتن. قبل التمرين بتمسك اعصابك؟ شويه. تاخد نفسك؟ نفس عميق. ايوه نفس عميق. ايه؟ نطلع فاصل من غير ما نفاصل عشان نعرف نتواصل.
فعلا ادي العيش لخبازه. عارف ان ميسي طبعا تلميذي؟ طبعا. اه ميسي وكريستيانو كانوا بييجوا يتمرنوا عندي في ال ايه انت مش مصدق ولا ايه؟ هتنفس من اولها؟ لا حوما مشاهين. لا حد يقدر. لا طب انت مش فاكر زمان لما جيت زمان شفت واد صغير اللي كان بيلعب بشماله ده؟ ده كان مين؟ ميسي. هو ده هو ميسي. هو 100 100 100 100 اتغير قوي. اتغير ياه. بيعمل لي مزد. مزد كول؟ اصل هو كارت. هو كارت. انا متشكر جدا جدا وبامانه هفضل شايلها عندي. وانت عارف بقى يعني بامانه يعني شوبير يمضي لي على كوره والصداقه اللي بيننا والعيش والملح اللي فاتوا وكل حاجه يعني مش عارف اقول ايه. رغم ان انا بقى مش عايز اقول لك معلوماتي عن الكوره زي بالظبط معلوماتي عن الفضاء. طب احنا كلنا في الفضاء دلوقتي 100 100 احنا في الفضائيات. دلوقتي كرة حلوة. طبعا عارف لما قال له الصين حلوة. الصين كرة كرة حلوة. الكرة حلوة. كرة حلوة. احنا في ايام بس انت صاحب السين. كل لعيبة الكورة كلهم حبايبي. لا انا بامانة كلهم حبايبي وبشجع الكرة المصرية لابعد ما تتخيل. لا بص بلاش كلام الدبلوماسية ده. اهلاوي وبشجع المنتخب. خلاص وماله. كده صح كده يعني. بص في ده زملكاوي صح؟ زعل. هي حقيقة وامر لله مش عايزين لنفسنا. تمام مش هننفسنا على حد. بس انا فخور بيك. ربنا يخليك يا هاني. وكابتن احمد شوبير صاحب الرقم القياسي لانه كام سنة كاس وما دخلش فيه الجون. حلوة دي. لما انت عارف الكورة يعني معلومات على قد. انا الحارس الوحيد في العالم اللي لم يخسر مباراة في بطولة الكاس. عارف كده؟ كله مصدق. كله تحية. لا لا دي قصة مهمة على فكرة. والله ناس كتيرة بتاخدش بالها منها.